جاي سالي الصباغ. وشني عملتي لي في لاتواليت؟ باقي جاي سالي بلومبي. وانت فوقاش غتسالي؟ باقي جاي سالي كلشي. وعلاش معيط لي؟ باش تخلصني. دابا انت باقي ما عملتي والو غنخلصك. واش انت مسالي؟ باقي بحق حسبني بحال اللي ساليت. ياه وحسبني بحال اللي خلصتك. ياه كيف جاتك الخدمة اخي الشريفة؟ نقية ما عملتي والو. برافو اخي الشريفة الله يرحم بابك. برافو ما عندي ما نسالك. اجي وشني عملتي لي في المكانة؟ مكانة بالدار. شو دابا انا ما بغيتش نتصرف تستشاق معاك اخي الشريفة. شكاين عاود؟ دابا جينا عندك ثلاثة طبقات. واش غتدخل مكانة واحدة ديك ثلاثة طبقات ولا كل طبقة مكانة؟ وشني الفرق؟ إذا دخلتي مكانة واحدة ثلاثة طبقات غيضر هوك حتى توقف. وإذا طلعت كون طبقة مكانة؟ غيضر هوك ثلاثة ضربات بحال واش توقف. وقف الحد وقف. وشنو الحل؟ الحل عندي هما غيضربوك غيضربوك. دخل مكانة واحدة أحسن ما تدخل ثلاثة. بلاتي بلاتي أبان مادام كتعيط. انت مزواج باقي تيسالي بني. الو اخا اشري شفيه دخ حب امراه شفيه جيانه الكلاب. الله اكبر دابا الله اكبر لا حول ولا قوة. امشي في حالي الحاج يا كلاباس دولي المكانه بالضبط. طيب انت غتدخل لي الدواء وانت تدولك الدواء. هادشي اللي عطى الله الحاج اخي. واش انت ضربك الدواء؟ لا حول. مشي شوف شي تريسيان اخر وصافي. شوف. الو. الصدفة بيلاتي شقشاكم من الشاري شكون اللي مجوج شكون اللي ما مجوج. انا اللي مجوج يعني يدو. حتى واحد ما مجوج. ادي عينكم انا بغيت نتجوج ومشيت عند الوالد. ديو عينكم جوج ومشيت عند الوالد. اجي الوالد اجي. لا اولا نمشيو عند الطبيب حسن. كنشوف راسي عيان ماشي هو هذاك ثلاثة الصباح ضربني الهواء الله يحفظه صافي. الله معكم دكتور سمير. ما شاء الله عليكم. ها 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 كريمة دخلي يا الطبيب. السلام عليكم. ما يكون عندك باس يا ولدي ما يكون عندك باس. قرب عندي. باش مريض. شنو باش مريض؟ دابا انا غنجي عند الطبيب غنقول له انا باش مريض. ملي غنقول لك انا باش مريض علاش غنجي عندك؟ غنكون عارف راسي انا غنمشي نجيب الدواء وغنجي عند الطبيب غنقول له انا الطبيب نتينا باش مريض. وعلاش نتينا الطبيب ملي غنقول لك انا باش مريض؟ ملي نتينا الطبيب غنقول لك انا باش مريض غنخلص فلوسي ونقول لك انا باش مريض قول لي مشي جيب الدواء علاش غنجي عندك ديك الساعه؟ انا نعرف راسي باش الطبيب وديك الساعه مشي تشري الدواء. باينه فيك عيانه ولدي. ما يكون عندك باس اولدي ما يكون عندك باس. وقتاش بداتك هاد الحاله؟ ادي انا حالتي حاله دائما. وقتاش بدا معاك هاد المرض؟ واش غنقول لك؟ نقدر نقول لك سيمانه نقدر نقول لك عامين. نقدر نقول لك سيمانه نقدر نقول لك عامين. شوف اذا كانت سيمانه هادي حاله ودايزه. اذا كان مرض اذا كان عامين هذا ماشي المرض هذا انت. الله ما يكون عندك باس يا ولدي ما يكون عندك باس. قرب عندي ديروا شويه الفحوصات. مرحبا. افتح فمك. سدو. سدني. الله وتقمك فمك قديمه ولدي. يا عام 1990. يا شكرا هادشي اللي عطا الله. اجي هنا قول لي نفس من فوق ولدي من فوق. التنفس فيه وفيها الخال. الله خير الطبيبة. ياك. نفس مزيان. قطع. شنو قطع النفس؟ قطع القرو. يا. انت.
باغي نديو من عندك شي فحوصات تا جينا هنا، عندي حتى شي معلومات لا ديالي. مرحبا مرحبا. مزوج شويه؟ كيفاش شويه؟ يا مزوج يا ما مزوج، شنو شويه؟ انا شويه. اشرح لي. المره مره معايا مره عند باباها، نهار اللي كندبزو انا وياها قالت شي عند باباها، نهار اللي كنكونو مضخمين هي معايا 4 سنين وانا مزوج بها، شفتها جوج مرات. إذا ديما مدبزل، واخا نقول لهم بجوج شوية خدام. شوية يعني مرة خدام مرة ما خدام؟ لا خدام دائما، هي الخلصة شوية هكاك. واخا شوف غنكتب لك شي تحاليل. غتمشي دير التحاليل. ضروري التحاليل، نخسروا فلوس التحاليل. الله يا اخي عطينا الدواء بلا تحاليل الطبيب اخي، الله يرحمها. شنا ضروري نعرفوا المرض اللي فيك، ما غتخسر والو، 3000 درهم غتمشي تدير التحاليل. ضروري التحاليل. سير شري الدواء، اجي نعطيك شري الدواء. عطيني الدواء بلا ما نعمل التحاليل، عرفتيني باش مريض دغيا. ايه يا الطبيب. انت ماشي مريض. انت عليها المدى ما كتبقاش معاك. انت ما يبقى معاك حد، انت باغي تمرضني. خرج عليه السيكوريتي، خرج عليه هذا المريض. الله، هذا ماشي مريض، هذا لصقة هذا. كريمة. دخل لي المريض ويكون مريض. كي جاكم هذا المريض؟